الليل والنهار آيتين فمحونا آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 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 حسيبا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ منشورا. اقرأ منشورا. اقرأ منشورا. اقرأ أدب الوصل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما بعد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا نمد محظورا انظر وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات فضلنا على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع
الشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر متر فيها ففزقوا فيها فحق عليها فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاه مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخر